الكورة. يوسف ممكن تكلمنا في الأسبوع الماضي على ازدواجية تاليسكا وبيتي، كان في نقاش ينفعون مع بعض ما ينفعون مع بعض، اليوم كان في مشكلة في تواجد الاثنين مع بعض في الشوط الأول بالتحديد. لا ما ثماش ثماش حتى مشاكل اليوم القاها النصر في تواجد الثنائي هذا، خاطر الثنائي إذا كان يعرف يوظفهم المدرب واحد وفعلا هو يعرف كيفاش يوظفهم، فما ثماش ازدواجية في الأدوار، ثم مراكز مختلفة، ثم لا مركزيه في النصر وخلق المساحات والحركه، ثم توازن كبير في التنسيق كبير في نص الملعب في فريق النصر. ففي رايي الشخصي نجم يكونوا هما قوه هجوميه لما يلعبوا مع بعض، بس متشابهين الادوار، اللمسه الفنيه عنده قدره يوسف. نعم. متشابهين في الادوار، يعني كل مايل لليمين للداخل، هذه الخريطه الحريريه اللي بتي امام الخليج، كله على الجهيمين للداخل، ومن ثم بتاتي لك تاليسكا، بتشاهد تاليسكا بعدها، يعني نفس المنطقة جالسين يتحركون فيها. لو المدرب يحدد لهم الأدوار يقدر خطر تاليسكا عنده مهارات التسجيل أكثر من بيتي مارتينيز. تاليسكا ينجم يكون قريب للمهاجم الثاني، يكون قريب للبوكس، يلعب قريب. عفوا يوسف 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 الشاشة أمامك، هذه مناطق الحرارية وتحركات تاليسكا، بتشاهد بعدها بيتي نفس المكان تقريبا. ورينا البيتي. انا قلت لك كابتن خالد، لو المدرب وظفهم، لو المدرب يوظفهم بطريقه معينه، اللي تاليسكا يكون عنده اكثر حضور وقريب كثير للبوكس، يكون تقريبا كمهاجم ثاني، فيقدروا الاثنين يكونوا مع بعض، خاطر الاثنين عندهم لمسه فنيه كبيره، يعطيهم اكثر فاليو للنص الملعب في الامكانيات الفرديه والتكنيك اللي عندهم. واحد عنده القدره نتاع التسجيل، واحد عنده قدره زاده صناعه اللعب، خاطر تاليسكا يقدر يكون حتى مهاجم في الخاصيه اللي عنده، سيضرب بالراس كويس، عنده قدره بتاع تسجيل، عنده معناها يعرف يدور بالكوره في المساحات الضيقه، فاتوقع اللي هو يقدر يكون مهاجم تاليسكا في ادوار مختلفه على بيتي مارتينيز.